حصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم في حصاد الفلوج، معكم محمد الكبيسي وزينة جمول، والبداية بالعناوين. لمناقشة عدوان الاحتلال وحصار غزة، البرلمان العراقي يدعو نظراءه العرب لجلسة طارئة في بغداد. يزعزع النظام المالي ويربك الأسواق، حذف الأصفار من دينار العراق يصطدم بتحذيرات الخبراء. آفة موت تدق ناقوس الخطر في العراق، انتشار المخدرات يقلق السلطات ومطالبات بمكافحتها دولياً. تمهيداً لدمجهم في المجتمع، ديالة تجري أول مسح للغجر وتضع خارطة طريق لعيش جديد. بعد ماض مشرق، دوامة النزوح تؤرق المرأة الريفية في العراق، ويومها العالمي مجرد ذكرى. البداية نيابيا، إذ صوت البرلمان على مقرراته الخاصة بمناقشة القصف الوحشي من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة والحصار المفروض عليها منذ أكثر من أسبوع. وأكد البرلمان دعمه للقرارات الحكومية في إسناد الشعب الفلسطيني وتخويل الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة. كما وجه البرلمان دعوة إلى مجلس البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة في بغداد، وطالب الأمم المتحدة بالعمل الفوري على فتح منافذ لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة. هذا وأكد رئيس كتلة السيادة النيابية سالم العيساوي أن فلسطين ستبقى قضية العرب المركزية، داعيا مجلس النواب وبالتنسيق مع البرلمانات العربية إلى تخصيص مبلغ مالي سنوي ثابت يقر مع الموازنة تحت بند دعم الشعب الفلسطيني. إن قضية فلسطين ستبقى هي القضية العربية المركزية التي نادى بها العراقيين من يومها منذ أكثر من 70 عاما، وهذه القضية التي عجز العدوان الصهيوني أن ينال كسر من كسر عزيمة أهلها في الذود والدفاع عنها. يدعو حزب السيادة إلى أولاً دعوة مجلس النواب العراقي لعقد قمة للبرلمانات العربية سريعاً باعتبارهم ممثلين لشعوبهم العربية. أدعو البرلمان العراقي باسم حزب السيادة إلى طرح التصويت على تخصيص مبلغ مالي سريعاً لإيصاله إلى أبناء فلسطين بشكل عام وأبناء غزة بشكل خاص. يدعو حزب السيادة مجلس النواب العراقي إلى تبني مبادرة مع البرلمانات العربية بتخصيص مبلغ مالي سنوي ثابت يقر مع الموازنة لبلدانهم سنوياً يسمى تحت بند دعم الشعب الفلسطيني، وهذا حق للشعب الفلسطيني على الشعوب العربية. يدعو حزب السيادة مجلس النواب بتشكيل وفدا من رئاسة المجلس وعددا من أعضاء المجلس لإيصال مبلغ مالي سريع. وفي أربيل نظم العشرات من أبناء الجاليات الفلسطينية وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال. المزيد في التقرير التالي. نظمت قنصلية دولة فلسطين في إقليم كردستان وقفة الوحدة والتضامن مع الشعب الفلسطيني، حضرها عشرات من أبناء الجالية الفلسطينية في أربيل، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية. هذه الآلة التي تحصد الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والرجال، وكل لحظة يزيد شهيد، يزيد جريمة من جرائم الاحتلال. وصل عدد ضحايا الأطفال ليس أقل من 750 طفل. كل الإنسانية وكل الديان هي منتفضة اليوم أمام القضية الفلسطينية، وخصوصا أبناء الشعب العراقي، الشعب الغيارة. هذا الشعب الأصيل الكريم بأخلاقه وأصالته هو مؤازر ومساند إلى القضية الفلسطينية. ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية
من نساء ورجال وأطفال لافتات حملت شعارات مختلفة تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعب فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين العزل. عم تشوف قتل الأطفال الأبرياء، هدم بيوت فوق ساكنيها، هذا شو يسمى بعرف الإنسانية بعرف حقوق الإنسان؟ هذا هو الإرهاب نفسه. المقاوم الفلسطيني من حقه وكفلت له يا الشرعية الدولية والقانون الدولي أنه يقاوم، والمقاومة هي حق مشروع لكل الشعب الفلسطيني وأي شعب مظلوم. أقل الإيمان أنه نوقف مع أهلنا مع فلسطين ونوقف معاهم ونكون معاهم ونقول لهم نحن معاكم يعني، والحمد لله رب العالمين، بس مش أكثر من هيك. ومع دخول الحرب أسبوعها الثاني تستمر التحركات الحكومية والنيابية لإغاثة فلسطين، فيما تتواصل الاحتجاجات في كل مكان للتنديد باجتياح الاحتلال وحصار غزة وتأييد عملية طوفان الأقصى. وتستمر الوقفات الاحتجاجية التضامنية الداعمة لفلسطين وتأييدا لعمليات طوفان الأقصى التي تعد الأكبر في تاريخ المقاومة الفلسطينية في مجابهة آلة الحرب والدمار الإسرائيلية. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. ميدانيا تواصل قوات الاحتلال الصهيوني قصف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، إذ قالت وزارة الصحة في القطاع إن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 2400 ونحو 10,000 جريح معظمهم من النساء والأطفال. الوزارة أضافت أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الصهيوني خلال 8 أيام يتجاوز عدد شهداء حرب 2014 التي استمرت 51 يوما. من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 47 عائلة فلسطينية مجموع أفرادها نحو 500 شخص شطبت من السجل المدني نتيجة المجازر الصهيونية في قطاع غزة. من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية استخدام الكيان الصهيوني قنابل الفوسفور الأبيض في قصفه على قطاع غزة المكتظ بالمدنيين، فيما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى انهيار النظام الصحي بالكامل في القطاع وأن آلاف المصابين بحاجة إلى علاج فوري. وحذرت الأمم المتحدة من تعرض الفلسطينيين إلى التطهير العرقي الجماعي، كما أشارت إلى أن 90% من المياه المتاحة لسكان القطاع غير صالحة للشرب. من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 70% من سكان شمال غزة محرومون من الخدمات الصحية بعد إخلاء الأونروا لمراكزها وتوقف خدماتها، لافتة إلى أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في نقل الضحايا نتيجة التدمير الهائل للأحياء السكنية. إلى ذلك تواصل المقاومة الفلسطينية قصفها لقوات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة لليوم 9 على التوالي من عملية طوفان الأقصى، إذا أعلنت قصفها تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، كما استهدفت مستوطنة سديروت برشقات صاروخية. إلى ذلك يواصل جيش الاحتلال إجلاء من تبقى من سكان مستوطنة سديروت الذين يقدر عددهم 7,000 صهيوني إلى مناطق داخل الأراضي المحتلة، فيما قالت سلطات الكيان إن عدد القتلى ارتفع إلى 1,400 قتيل ونحو 4,000 جريح منذ بداية عملية طوفان الأقصى، فيما أشارت إلى أن عدد الأسرى لدى المقاومة بلغ 120 أسيرا. للمزيد ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في الشأن الفلسطيني تيسير سليمان. أهلا بك معنا أستاذ تيسير. يعني الهجوم الإسرائيلي على غزة متواصل تزامنا مع حصار شامل على القطاع، تقييم هذه الحرب في يومها 9 بداية؟ تحية لك ولجمهورنا الكريم. حقيقة يعني الحرب أثبتت هذه المرة وبشكل قوي أن المقاومة تستطيع أن تضرب ضربات عسكرية في مواقع عسكرية لجنود عسكريين، تستطيع أن تنفذ خطة متكاملة مكونة من 5 مراحل تم تنفيذها، حتى العودة بالأسرى وأرشيف فرقة الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تضرب أخواننا في قطاع غزة لأكثر من 30 عاما. الجزء الآخر وهو جزء ردة الفعل، وأيضا المقاومة لها خطتها عليه. الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع أشكال ما يمكن أن يمارس ضد المقاومة الفلسطينية وضد شعبها، هو يقوم بقصف المدارس والأسواق والمستشفيات. الآن تم إبلاغ
بالإخلاء، وأيضا هو يزيد من وتيرة تنفيذ هذه الجرائم تحت مسمى أنه يريد أن يجبر المقاومة على الانسحاب لمنطقة الجنوب، وهذا أمر لا أعتقد أنه سوف يحدث لعدة أسباب. أولا أنه جرب عام 2008-2009 2014 جربة، وب 2021 لم يستطع أن يستخدمه، لأن المبادرة كانت من المقاومة بأنها قالت هذه المناطق سوف تكون محرمة على الاحتلال الإسرائيلي، وإذا دخل الاحتلال الإسرائيلي سوف يكون القرار بيد جنرالات وحكومة الاحتلال. طيب قبل الدخول بهذه السيناريوهات أستاذ تيسير، إذا أردنا أن نتابع في الشأن الإنساني، يعني اليوم لا غذاء لا ماء، القطاع الصحي انهار بالكامل كما أشارت منظمة الصحة العالمية، يعني ماذا سيحل بغزة بعد ذلك في ظل تواصل هجمة الاحتلال؟ كيف لغزة أن تصمد بعد ذلك؟ نعم، نحن كشعب فلسطيني وكمقاومة وكأبناء هذا الشعب نفهم أن الاحتلال الإسرائيلي لو أراد أن يواجه المقاومة لواجهها في قواعده العسكرية التي استطاع الشباب دخولها. هو يريد أن يضغط على المقاومة بالحاضر الشعبي، لكنه لا يفهم بطبيعة المكون. نحن نتكلم عن الأب والأخ. الآن المقاوم هذا الذي يقاوم عندما يسمع أن عائلته أو حيه أو شارعه قد قصف كله، هل سوف يترك بندقيته؟ أحياناً، ونحن كمختصين في الشأن الإسرائيلي وكباحثين في هذا المجال نقول أن المشكلة لدى المحتل الإسرائيلي أنه يفهم بطريقة القوة، والقوة تزيد قوة، وهذا ما أدى بالنهاية أن يصل أن 7 مليون من المحتل الإسرائيلي تحت مرمى الصواريخ، وأنهم لا يستطيعون ممارسة حياتهم. بالمقابل كشعب فلسطيني يقصف ويقتل ويدمر، ومع هذا الشعب يعتبر أنه سوف يستمر بالمقاومة لأنه حقه أن يقاوم. ما المطلوب جديدا بعد كل هذا؟ هل ينسحب إلى مصر وبعد ذلك نبدأ نزوحا جديدا؟ لا، سوف يبقى على أرضه، سوف يبقى يقاوم. الاحتلال الإسرائيلي إن كان يعتقد أنه يستطيع أن يفكك المقاومة تفضل، الحدود مفتوحة لك، وكما قال رئيس وزرائهم سوف ندخل ونفككه. أنا أقول من باب التجربة لسنوات طويلة في هذا الجانب، جانب المقاومة، إن دخل لن يستطيع الخروج. طيب، وعلى سيرة مخطط تهجير الفلسطينيين الذي أتيت على ذكره سريعا أستاذ تيسير، يعني اليوم بدأنا نشهد يعني تخوفات كثيرة جدا من موضوع الممر الإنساني الذي تحاول واشنطن وبعض الدول الغربية دفعه، تخوفات من فكرة يعني تفريغ القطاع في مناطق معينة تمهيدا لإبادة أكبر من قبل إسرائيل، هل هذه التخوفات في محلها برأيك؟ نعم، وأكثر من ذلك التخوفات ليست فقط في هذا المجال، مجال أن الاحتلال الإسرائيلي ومعه الولايات المتحدة يعتبرون أن هذه فرصة مميزة وفرصة سانحة لهم أن يقوموا بتغيير بعض الأمور الاستراتيجية. الاحتلال الإسرائيلي منطقة من شمال تل أبيب حتى وصولا إلى النقب هي منطقة أصبحت ضمن مضرب المقاومة، فلذلك بدأ كل شيء ينحسب. لو أردت أن أتكلم لك اليوم ما وضعهم الاقتصادي ووضعهم العسكري وماذا يقول وزراء، سوف نتكلم بذلك شعرا. أما ما هم من يسعون إليه هو يسعون أنه يخرجون من فلسطين. هذه خطتهم لم تكن حديثة، هي خطة قديمة. في عام 1948 كانت خطتهم في إخلاء، في عام 1967 كانت خطتهم بالإخلاء، بانتفاضة الحجارة كانت جزء من خطتهم إخلاء، لكن كل هذه المحاولات فشلت، ونحن قد تجاوزنا خطتهم التي وضعت عام قبل أكثر من 30 عاما 2020، بمعنى أنه بسنة 2020 سوف يكون عدد الإسرائيليين اليهود أكثر من عدد الفلسطينيين. وهل برأيك أستاذ تيسير أن هذه الرسالة فهمت، أن المقاومة الفلسطينية اليوم باتت في موقع الفعل وليس في موقع ردة الفعل كما شهدنا لسنوات طوال؟ نعم، وأنا أقول لك هذا موقف استراتيجي اتخذ داخل كتائب القسام في حركة حماس، وليس سرا أننا كنا جزءا من هذا الموقف لسنوات طويلة كأبناء مقاومة وكأبناء مؤسسين في كتائب القسام. مبدأ أن يكون المقاومة هي عبارة عن ردة فعل لجرائم الاحتلال قد أصبح من الماضي. منذ عام 2021 المعركة التي سميت بسيف القدس كان واضحا وكان قرارا واضحا لدى المقاومة،
من بعد اليوم نحن سوف نبادر بمشروع التحرير، ومشروع التحرير سيتطلب منا أن نبذل جهدا أكبر، وأكيد وكلنا نفهم أنه سوف يتطلب منا دفع أثمان أكثر. نعم. المقاومة وشعبنا وكل مواطن فلسطيني، انظر إلى كل أحرار العالم في كل مكان من العراق حتى المغرب وأندونيسيا وبلاد، تقول أن المقاومة رفعت رأسنا بما فعلته يوم 7 أكتوبر، وباعتقادي الدورة أو المرحلة الجاي إذا تجرب أو جرب الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلى غزة، نحن لن نقول أنه سوف يستطيع أن يسحب بعض جنوده. أنا متأكد أن المقاومة والوحدة الخاصة في كتائب القسام التي تزيد فقط في منطقة الشمال عن 10,000 مقاتل سوف تمسح هذا الجيش. شكرا جزيلا لك الباحث الفلسطيني تيسير سليمان، كنت معنا من إسطنبول. الأخبار مستمرة. اقتصاديا، ناقشت اللجنة المالية النيابية أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، وناقشت ضرورة السيطرة على سوق العمل وعلى وضعه على المسار الصحيح. وشدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني على ضرورة متابعة الإجراءات المتعلقة بشأن الاقتصادي، وأتمتت الضرائب لأنها الأساس في المال والاقتصاد، مشيرا إلى ضرورة إيجاد دراسة عملية وواقعية للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي، فضلا عن آلية التعامل مع السياسة النقدية. يرى مراقبون واقتصاديون أن مشروع حذف الأصفار من العملة لا يتناسب مع واقع العراق، وأنه قد يزعزع النظام النقدي ويربك الأسواق. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. يشهد العراق إرباكا في سوق الأوراق المالية من خلال عدم السيطرة على أسعار صرف الدولار، ليطرح مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية. مشروع يحتاج إلى توفر شرطين أساسيين بحسب خبراء: استقرار اقتصادي وآخر سياسي. أنا أعتقد ما الوقت غير مناسب وغير ملائم للإقدام على مثل هذه، لأن تقلبات سوق العملة والنقد متواصلة ومستمرة، اختلافات بين يوم ويوم في هذه العملية. أعتقد تحتاج ظرف أمني واستقرار اقتصادي وسياسي ونقدي ومالي بشكل جيد حتى تحقق الغرض المطلوب. ويرى مراقبون أن الوضع الحالي في البلاد غير مهيئ لحذف الأصفار من العملة المحلية، وأن استبدال العملة سيؤدي إلى زعزعة النظام النقدي، بما قد يسبب انهيارات متتالية ويربك الأسواق. حتى تصوير العملة أو طبع عملة جديدة قد يربك المشهد بالكامل ويزيد التضخم. لذلك اليوم الواقع السياسي العراقي، الواقع العراقي قد يحتاج إلى رجالات حل أكثر ما يحتاج إلى الحل. وفي مسلك الاقتصاديين، فإن حذف الأصفار من العملة لن يقدم شيئا للاقتصاد العراقي، لا بل إنه قد يكلف الدولة العراقية أموالا طائلة لطباعة عملة جديدة دون أن يكون لذلك أثر واضح في الاقتصاد المحلي. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. حول هذا الملف ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور صباح نعمة. مرحبا بك دكتور صباح. منذ 2010 يطرح موضوع حذف الأصفار من العملة العراقية، ما إمكانية تنفيذ ذلك بطرق تنقذ الدينار من مستنقع الانهيار؟ تحية لك ولا مشاهدي قناة الفلوجة، أهلا وسهلا. في الحقيقة قضية مشروع يعني حذف الأصفار هي مشروع يعني أكثر دول العالم طبقته، يعني منذ عام 1960 أكثر البلدان وخاصة يعني أعتقد يعني هولندا، سواء كان أوكرانيا، روسيا، والبرازيل، حتى تركيا، يعني منذ عام 2004 قامت بهذا المشروع وحذفت تقريبا 4 أصفار من عملته، لأنه العملة كانت يعني وصل ليرة إلى تقريبا حدود 5 ملايين ليرة للدولار، للفئة 100 دولار. قضية حذف الأصفار هذا يحتاج إلى مشروع قانون، يعني قانون بحد ذاته ينبغي أن تحددها البنك المركزي، وبالتالي هذا يقدم إلى الحكومة ويدرس بشكل دقيق، وبالتالي يجب تقييمه من الناحية الاقتصادية وبيان مدى إمكانية تطبيق هذا المشروع.
طبعا هناك أسباب عديدة جعلت بعض الدول للجوء إلى حذف الأصفار حتى نعرف هل ينطبق هذا الأسباب إلى واقع الاقتصاد العراقي. مثلا حجم الائتمان الدولي للعراق، ثانيا القضاء على الضغوط التضخمية، ثالثا اكتساب ثقة للدينار العراقي. كيف نلجأ إلى هذا المشروع في هذا الوقت بالذات؟ احنا في حالة يعني بصراحة يعني لم يتم يعني منذ سنة يعني حسم موضوع تداعيات رفع سعر الصرف الدولار. يعني في الوقت الحالي يعني لا ترجح إزالة الأصفار من العملة؟ لا، هو مو فد يعني هو المشروع ممكن يعني في وضع يعني اقتصاد يعني مستقر وملائم خاصة في الجانب النقدي، وهذا ما تحدث عنه اقتصاديون عذرا للمقاطعة، وقالوا بأنه يجب أن يكون هناك استقرار اقتصادي وسياسي من أجل العمل بذلك. وهذه الترجيحات ترى أن حذف الأصفار سيؤدي إلى انهيار أكبر للعملة، ناهيك عن أنها بضوء هذه التحديات ستعود بسرعة مرة ثانية للتدهور الشديد. هل تتفق مع هذا الرأي؟ هو احنا بصراحة يعني اقتصادنا يعني المسألة مو بس الجانب النقدي والمالي، احنا نحتاج إلى كيفية يعني دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية. يعني عندنا القطاع الصناعي، قطاع الزراعي، قطاع الخدمي، قطاع المشاريع الضخمة الاستراتيجية. يجب أن نخصص الأموال الدولارية، احنا مو قضية بس أحفظ العملة وأشوفها عملة قوية قدام الدولار، هي مو هذه المشكلة. مشكلتنا الأساسية كيف نجعل هذا الاستفادة من أموال النفطية، وبالتالي كيف ندعم الدينار بالدولار يعني من خلال حفاظ على قيمة العملة الأساسية، بحيث نستفاد من هذا الثروة يعني ارتفاع أسعار النفط من جهة، بالتالي نقدر نستثمر الأموال بشكل يلائم هذا الاقتصاد. يعني احنا حاجتنا هسه دعم الاقتصاد ماديا من خلال بناء مشاريع استراتيجية ضخمة، بناء لغرض تخفيف المشكلة، يعني مو بس أخفف التضخم وعوف البطالة. طيب يعني بالإضافة إلى هذه النقاط ودعم القطاعات الأخرى كما تحدثت حضرتك، ما البدائل المتوفرة فعليا لحماية العملة من الانهيار بدلا من التوجه لحذف الأصفار؟ احنا هسه بدنا ننتظر نتائج اللي وعدنا بها البنك المركزي والحكومة، كيف نشوف مدى يتم استقرار سعر الصرف ووصوله إلى 1320. إذا وصل سعر الدولار إلى 1320، وبالتالي انتهى هاي قضية تذبذبات سعر الصرف، نعتبره خلينا نقول استقرار نقدي، وبالتالي ممكن أن نفكر بدعمه. ممكن الدينار طبعا تعرفون بالثمانينات والسبعينات الدينار كان دينار واحد يعادل يعني ثلاث دولارات كان يعادل دينار عراقي، تعرفون بالتاريخ النقدي. زين احنا كيف نجعل هذا يعني هل ممكن يعني زين رد نروح على امكانيه الاستفاده من تجارب الدول الاخرى، يعني نحاول دراسة الموضوع بكل جوانب الإيجابية والسلبية. ممكن يكون جانب إيجابي، يعني إذا كان هناك استقرار، يعني هسه احنا بدنا ننتظر نتائج المشروع القضية الدولار. يعني احنا عندنا هسه مسألة من بعد 1/1 انه الدولار بعد لا يمكن سحبه من المصارف، يعني المودعين وكذا، ورد هل هناك استقرار نقدي بعد هذا التاريخ؟ بعدها نقدر نشوف أو ندرس هذا المشروع، وهذا المشروع مو يعني بهالتخوف بهالحجم يعني الهول إنه انهيار اقتصادي وكذا. وإحنا انهيار وين يعني؟ نقطة أصلاً الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط في صادراته واستيراداته واضحة. هناك نقطة يعني مهمة، الدولار يروح للاستيراد يعني العراقي يتساءل، يعني طالما أن الدولار يهرب بطريقة غير مشروعة وعملية السيطرة عليه غير ممكنة حاليا في العراق، ماذا سيفرق لو بقيت الأصفار أو حذفت؟ وهو هنا التساؤل، يعني احنا نريد حل لقضية استقرار النقد أو الدولار. إذا ما بدأ لا، هو مسألة انه كتلة تضخمية، يعني هو صح ان بعض الاقتصاديين ذكروا قالوا هذا تكلفة للدولة، يعني طبع الدينار
يعني دينار ما بعد أو حذف الأصفار المفروض يكون منشكل هاي العملة. نعم. راح يكون عملة جديد وعملة نوعيتها أفضل، وبالتالي أنا أعتقد ما أدري يعني قبل سنة ذكروا أنه هناك فئة 20 دينار، أتذكر يعني ما أعرف مدى صحة، كانوا هيك شيء مشروع، وإن كنت كتجربة يعني طبع. نعم. مثلا فئة 20 وتدخل التداول وبتقول هاي المسألة. وثانيا هاي المسألة مو يعني سحب الكتلة أو نحذف الأصفار وتجي عملة جديدة، هذا يحتاج أقل شيء 5 سنوات لإنهاء تطبيق، لأن احنا عندنا كتلة نقدية. نعم. بمليار بتريليونات الدنانير. صحيح. ومو بهالسهولة. شكرا جزيلا لك هذا. نعم. شكرا جزيلا وعذرا للمقاطعة لضيق الوقت، من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور صباح نعمة. الأخبار مستمرة. طلع رئيس الوزراء محمد شيع السوداني على تقرير مفصل عن عمل المنافذ الحدودية ومسارات تطويرها وسبل مكافحة الفساد، فضلا عن الإجراءات الإدارية المتخذة التي تسهم في تطوير الخدمة. جاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمدير العام للهيئة العامة للضرائب. وأكد الحاضرون على ضرورة مواجهة التحديات والعقبات التي تحول دون النهوض بملف المنافذ والإصلاحات الإدارية التي يجب تنفيذها في هذا القطاع المهم. وفي أربيل قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن معدلات المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها أخذة بالارتفاع في الإقليم، مشيرا إلى أن حكومته تعمل على مكافحة هذا التهديد الخطير. وفقا للإحصائيات المتوفرة بين أيدينا، فإن المتاجرة بالمواد المخدرة وتعاطيها في إقليم كردستان أخذة بالتزايد، وهذا ناقص خطر يهدد مجتمعنا. نعمل على مكافحة هذا التهديد الخطير ونبذل كافة الجهود للحد من توسع وانتشار المخدرات. مشكلة المواد المخدرة ومكافحتها أصبحت قضية عالمية، والعديد من المجتمعات باتت مبتلية بها، وللأسف فإن العراق والإقليم ليس خارج حيز هذا التهديد والخطر. هذا ولفت منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 3000 متهم بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في الإقليم، مطالبا بتعريف الإقليم منطقة حرجة من ناحية انتشار المواد المخدرة. إن مجموع الذين قبضت عليهم القوات الأمنية بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في إقليم كردستان وصل إلى أكثر من 3300 متهم. هذه الإحصائية خطيرة جدا، وحاليا نحن نواجه خطرا كبيرا نتيجة انتشار المخدرات. ندعو المجتمع الدولي لوضع حكومة الإقليم إلى جانب الحكومة الاتحادية ضمن خارطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونطالب بتعريف الإقليم كمنطقة حرجة من ناحية انتشار المخدرات. كما أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال مشاركته في مؤتمر مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في أربيل، أكد أن جريمة المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة العراقية، مشددا على أنها تأتي في أولويات المسؤولين التنفيذيين المتخصصين بالملف الأمني في البلاد. تعد جريمة المخدرات من أهم وأخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة العراقية، ويجب أن تأتي على رأس أولويات المسؤولين التنفيذيين المختصين بالملف الأمني في البلاد، وهذه المخاطر متأتية من كون المخدرات تضرب أساسات الدولة وقادة مستقبلها، وهم الشباب الذي يعول عليهم كثيرا في حمل راية التغيير وتنفيذ تطلعات أبناء الشعب العراقي. وقد أخذت المخدرات مساحات شاسعة في تفكير المجتمعات الحديثة نظرا للآثار السلبية الناتجة عنها وتأثيراتها المدمرة في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، والتأثير السلبي على الأمن بالذات، الأمر الذي يدعونا جميعا إلى تكاتف وتوحد جهودنا لاعتماد استراتيجية موحدة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد حياتنا بالكامل. وفي البداية علينا أن ندرس ما هي الأسباب والظروف وراء هذه الظاهرة، ومن ثم نضع الحلول التي ترتكز على الدراسات والبحوث العلمية الرصينة.
ينضم إلينا من بغداد الناشط في مجال مكافحة المخدرات علي الحبيب. أهلا بك معنا أستاذ علي. يعني معدلات المتاجرة والتعاطي المخدرات أخذ بالارتفاع في الإقليم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص. بداية، ما هي أبرز الأسباب التي تقف وراء ذلك؟ تحية طيبة لكم سيدتي العزيزة والجمهوركم الكريم. بالحديث عن موضوع المخدرات وأسباب، هناك أسباب كثيرة جدا لانتشار هذه المواد، منها الأسباب الاقتصادية والأسباب السياسية وكذلك مشكلة العطالة والبطالة. أيضا في الشارع العراقي هي لها أسباب كثيرة جدا تدفع الشباب، لأنه باعتبارهم الفئة المستهدفة في تعاطي المخدرات، وكذلك دخول المخدرات. بعد أن كان العراق عبارة عن معبر لهذه المواد المخدرة، تحول العراق إلى بلد مستهلك لهذه المواد. هنالك مشكلة في الخط الحدودي بدخول هذه المواد المخدرة، وهنالك استهداف لفئات منهم الأطفال في المدارس وطلاب الجامعات، والفئة العمرية ما بين 12 سنة إلى 36 سنة، هذه الفئة هي المستهدفة بتعاطي المخدرات. وهنالك ارتفاع كبير جدا في الآونة الأخيرة، بخصوصا بالسنوات الخمسة الأخيرة لاحظنا هنالك ارتفاع كبير جدا في تدخل هذه المواد، خصوصا يعني لو تحدثنا في فترة 2014، يعني دخول داعش والعمليات العسكرية اللي حصلت، هي كانت فترة فيها زخم لانتشار هذه المواد المخدرة باعتبار انه الإرهابيين من دخلوا هذه المواد. فكذلك موضوعة انه عبر الحدود، هنالك مشكلة في الحدود العراقية، منافذ الحدودية هي أهم المراكز اللي تدخل منها المواد، باعتبار اليوم الجانب الشرقي هنالك مواد دخول، وكذلك من الشمال. يعني حتى الأقليم اليوم بمؤتمر اللي يتحدث به، يعني على الرغم أنه هو يعني خطوة متأخرة لهذا المؤتمر، باعتبار أنه المخدرات انتشرت بالمنطقة الشمالية وكذلك في المناطق الجنوبية، لأن دخول وأمام هذه الإشكالية يعني خط الفاصل. المخدرات انتشرت إلى حد باتت بالفعل أستاذ علي تهدد كيان العراق، وأمام إشكالية فتح الحدود أمام تهريب تلك المواد، ماذا عن سبل مواجهة هذه الآفة برأيك؟ ما المطلوب عمله في هذا الإطار؟ يعني سيدتي العزيزة، هناك توجه برلماني حاليا لتعديل قانون مكافحة المخدرات، وكذلك هنالك نشاط في الآونة الأخيرة. يعني وزارة الداخلية بذلت جهود كبيرة جدا لمكافحة المخدرات، لذلك لاحظنا هنالك ارتفاع بعدد المقبوض عليهم. يعني خلال الخمسة أشهر أو ستة أشهر من هذه السنة تم القبض على قرابة 10,000 شخص، وهذه بحد ذات الإحصائيات ارتفاع ذات دليل على هنالك فعل وجهد نوعي لإدارة مكافحة المخدرات. كذلك التوصيات، يعني دائما ما نظهر بالإعلام ونتحدث نطالب بتوصيات، ومنها هي رفع جهوزية الدائرة وتحويلها إلى هيئة أو كجهاز مكافحة الإرهاب، يعني شيء مقابل إليه، لأنه اليوم الإرهاب في حد ذاته هو، يعني اليوم انتهينا من داعش، دخلنا بعملية إرهابية اللي هي إرهاب داخل البيوت العراقية اللي هي المخدرات. هذه عملية معقدة جدا تحتاج إلى جهد، اليوم ليس فقط الجهد على عاتق الحكومة، اليوم الجهد على حتى على المواطن وعلى رب الأسرة وعلى المعلم والمدرس والموظف الحكومي، وكل أبناء الشعب العراقي يحتاج إلى التكاتف للتوعية ولمكافحة هذا الموضوع. بالنسبة لخصوص التعديل، يعني هنالك موضوع مهم جدا تم طرحه بتعديل لقانون مكافحة المخدرات، قانون رقم 50 لسنة 2017، هنالك قراءة أولى له، وكذلك قريبا ستكون هناك قراءة ثانية لهذا القانون للحديث عن الفحوصات الشاملة لكل موظفين الدولة، وكذلك المقبلين على الزواج ومن يطالب بإجازة سوق وإجازة الأسلحة وغيرها. هذا مهم جدا للحد من عملية انتشار المخدرات. طيب أستاذ علي، نفهم معك أكثر، مطالبة حكومة أقليم كردستان اليوم باعتبار الأقليم منطقة حرجة دوليا بسبب انتشار المخدرات إلى حد بعيد، نفهم معك أكثر لماذا هذا المطلب؟ يعني ما تداعياته وما يمكن أن ينتج عنه إذا صنفت كردستان منطقة حرجة؟ يعني بالتأكيد معظم المحافظات اللي مقاربة للحدود هي مناطق خطرة، باعتبار يوم الخط الحدودي هو مرابط مع سوريا من جانب، باعتبار أنه سوريا تدخل مواد الكبتاغون وغيرها، وكذلك من تركيا تدخل مواد الكريستال، وأيضا من الجانب الشرقي إيران وأفغانستان وباكستان، وهنالك عدد من هذه الدول اللي تمر عبر الحدود. اليوم الخط الحدود صعب جدا، والمنطقة الجبلية هي أكثر المناطق ما تعتبر مناطق لتمرير هذه المواد، من الصعب جدا على السيطرة على الخط الحدودي باعتبار أنه الجبال وعرة ومناطق ليس من السهل الدخول بها. فلذلك المتسللين ومهربين
هذه المواد يدخلون عبر هذه الخطوط. لذلك أربيل أعتقد اليوم هي في مأزق في هذا الخصوص، فتحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تعاون مع حكومة المركز، تحتاج إلى تجهيز للقوات الأمنية الموجودة هناك. هنالك اتفاقات دولية حاليا مع الجانب السوري وكذلك مع الاتحاد مع الانتربول وغيرهم لمكافحة المخدرات، باعتبار المخدرات هي ليست جريمة محلية، هي جريمة دولية وعابرة للحدود. نعم. لذلك يحتاج إلى جهد بهذا الخصوص. شكرا جزيلا لك الناشط في مجال مكافحة المخدرات علي الحبيب، كنت معنا من بغداد. الأخبار مستمرة. عبر أهالي قرية السحاجي غربي نينوى عن استيائهم الكبير بسبب تردي الواقع التربوي، وطالبوا وزارة التربية بسد حاجة المنطقة من المدارس والكوادر التدريسية وبتوفير الكتب المنهجية. وأكد الأهالي أنه رغم الكثافة السكانية المتزايدة للقرية فأنها تفتقر إلى المدارس الابتدائية والإعدادية مع توفر الأراضي اللازمة للبناء، مشيرين إلى أن القرية تعاني نقصا كبيرا في الكادر التدريسي والكتب المدرسية. والله اللي نلاحظه احنا واللي دا نلتمسه انه اكو تقصد بهاي المدرسه مالنا، لان مدرسه اكثر من 600 طالب، القريه اعداد بيوتها اكثر من 525 بيت، يا اعداديه ماكو، رحلات متهالكه، كتب ما موجوده، كتب للتدريس الطلاب ما موجوده، اثنين كادر ما موجود، كادر تدريسي ما موجود، ضغط المحسوبيه والواسطات النقل أزين طلاب. إحنا العام كان كادر متكامل، ليش النقل الكادر ما جاي نعرف؟ إحنا نطالب اثنين، نطالب بإعدادية، طلابنا عافوا وخلصوا متوسطة وقعدوا بالبيوت، وين يروح؟ يروح يدخل على العمق، وإحنا موقع استراتيجي على الشارع العام، إعدادية ما تنفتح رغم أنه متبرعين بأرض وبكل شيء، متبرعين إحنا من أراضينا متبرعين، بس نريد بناء إعدادية. زين احنا صار لنا 6 سنوات متحررنا، 7 سنوات دوله ما تقدر توفر كتب مدرسيه للتلاميذ، شلون يصير؟ احنا بعي الناس تتقدم، الدول تتقدم، واحنا نرجع الى الخلف. هسه عندنا التدريس هنا مالتنا معلمين ما عندنا يقولون بس 4 5، هذا النقل وهذا جه وهذا، قريه بها 500 بيت وطلاب وتدريس ماكو بس 4 5 معلمين، بالإضافة إلى صاير هسه عين الترميم بالمدرسة. الترميم بالمدرسة احنا جينا هنا شفنا المدرسة، هذا العامل الصاعد فوق شايل كاشي، وهذا شايل بلوك، وهذا شايل مدري شنو، وبقت الإضافة إلى بقت الدوام، يعني قبل الدوام وين كانت هاي إلى ديالى. وفي خطوة جدية لإنهاء أوضاعهم الإنسانية الصعبة، بدأت المحافظة برسم خريطة طريق لوقف عزلة الغجر ودمجهم في المجتمع. تفاصيل وفاء في سياق هذا التقرير. هنا غرب مدينة بعقبة تعيش نحو 40 عائلة حياة غامضة في منازل تخلو من الخدمات، ومصدر رزقها الوحيد تسول نسائها وأطفالها. تحمل هذه العائلات الجنسية العراقية ويطلق عليها الغجر، مصطلح يرافق حامليه في جميع مفاصل الحياة ويقف حجر عثرة أمامهم في القطاعين الخاص والحكومي. قدمنا شغل وقدمنا على الرعاية، يرفضوننا ما أعرف ليش، ما يشغلوننا، يقول تغجر ما يشغلون، يعني الغجر شنو ما عندي رجلين ويدين؟ الله أكبر، شين قطعت الدنيا، يعني شلون إذا أنا غجر شلون أعيش على هوا؟ بينما يقدر أعداد العائلات الغجرية في العراق بأكثر من 800 عائلة مقسمة بين ديالى والديوانية، تحاول المنظمات المحلية والدولية دمجها بالمجتمع بعد أكثر من 50 عاما من العزلة، إلا أن تجربة الدمج الجديدة تواجه تحديات عدة، منها العادات والتقاليد التي تتبعها هذه العائلات. هناك البعض من هذه العوائل التي ما زالت يعني تعمل في التسول وفي يعني في التقاطعات والشوارع الرئيسية، سواء أنه النساء الأبناء، يعني تعزز نظرة المجتمع لهم بكونهم هم من عوائل غجر. الإدارة المحلية شكلت لجانا للإسهام في توفير متطلبات تلك العائلات، من ضمنها فتح طرق وإيصال الكهرباء
بالإضافة إلى شمولها برواتب الحماية الاجتماعية أسوة ببقية المواطنين في المحافظة. من ضمن مهام هذه اللجان هي تقديم هذه العوائل إلى الرعاية الاجتماعية، وبالفعل تم تقديم بعض العوائل إلى الرعاية الاجتماعية. اليوم العوائل الغجرية حالها حال المواطنين تحمل الجنسية العراقية، وحالها حال أي مواطن عراقي. نحن كحكومة محلية نقدم الخدمات وفق الممكن بسبب سكن هذه العوائل في عشوائيات. ويبقى التسول مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلات حتى تنفيذ الوعود الحكومية بتغيير أحوالهم وتوفير لقمة عيش كريمة لهم. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. في يومها العالمي تستمر معاناة المرأة الريفية بعد أن حولها النزوح من امرأة منتجة للمجتمع إلى أخرى تأن بسبب الإهمال والتهجير. التفاصيل في التقرير التالي. خير أتشنت أزرع أنا بيدي بيدي بهذه بقوتي وبحالي، هسه راح حالي صفانة على هذه. المرأة الريفية بين ماض مشرق وحاضر مجهول في يومها العالمي الذي يوافق 15 من تشرين الأول. على هذا المكسرات. أم سعد إحدى السيدات التي تستذكر الأيام الخوالي بحسرة وألم وتصفها بأيام الخير. تلتها أحداث التهجير وفقدان الأبناء ومعاناة معيشة صعبة، فحالها اليوم لا يمكن مقارنته بالماضي. إحنا قبل كنا بالريف، كنا عايشين عيشة الملوك، سمعان بالملك. إحنا يعني كنا ملك زماننا، زرع رقي، بطيخ، طماطة، باذنجان، خيار، شنو تيد بدني، حتى الخضروات نزرعها، وجانين حلال. يعني كل هذا القهار والتهجير وبيوتنا راحت وخيرنا راح، أنا بالولد راحوا. ها صار 7 سنوات ما عندهم وين. متخصصون في مجال حقوق الإنسان طالبوا بتكافؤ الفرص في المناطق الريفية، كون شريحة النساء هنا عانت وما زالت تعاني أثر النزوح، وإعطاؤها الدور الذي تستحقه واجب مشروع. أول شيء نطالب بتكافؤ الفرص أمام الجميع بالنسبة للمناطق الريفية، لأن المرأة الريفية عانت وما زالت تعاني أثر النزوح. أنتجت الكثير وأعطت الكثير، لكن دون رعاية حكومية. نتمنى ونترجى الحكومة أنه تنظر بعين العطف لهؤلاء الشريحة النسوية المهمشة، وأعطاء لها الدور الذي تستحقه. هذا اليوم العالمي وغيره من الأيام الأخرى التي تخصص لشرائح عديدة باتت مجرد تسميات لم تغير من الواقع شيئا، فهذه الشريحة تمثل أكثر من ربع سكان العالم، وما تزال تعيش الواقع المرير نفسه. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة. في شأن آخر، بحث مدير مكتب حزب السيادة في الرمادي خميس السعد مع عدد من أعضاء الحزب الأوضاع السياسية والخدمية في الرمادي. وأكد المجتمعون ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الخدمات في الأنبار والتأسيس لمرحلة جديدة من أجل إنصاف الأهالي وأنهاء كل المشكلات التي تقف عائقا أمام عمليات الإعمار. اليوم كنا بهذا اللقاء ننقل معاناة أهلنا، خصوصا ناخبين في المناطق الغربية وجميع مدن الأنبار، ضمن هذا المشروع، ضمن عفوا هذا اللقاء نقلنا بعض الهموم أهلي في كبيسة والرطبة والقائم، من ضمنها الخدمات الصحية المقدمة ضمن هذه القطاعات، وكذلك بعض الخدمات الأخرى اللي وعدونا خيرا إن شاء الله بتحقيقها. دائما إن لقاءات متكررة، لكن اليوم كان اللقاء جدا مثمر، أثمر عن بعض القرارات المتخذة إن شاء الله خلال أيام راح تبين على واقع الأرض إن شاء الله. جاء خلال الاجتماع مع السيد الدكتور خميس السعد تناول أهم المعوقات في هذا الأمر والوقوف على خط واحد مع الجميع للتطلع إلى ما يدور في المستقبل القادم من تعديلات، سواء في القوانين أو في السلك الوظيفي أو في طموحات المواطن، وأكثر ما يهم المواطن في المرحلة القادمة أو السابقة هو التعيينات وتعديل الوضع الاقتصادي للمواطن الأنباري.
في الأنبار أيضا وبدعم مطلق تتطلع جماهير عضو حزب السيادة إياد المحمدي إلى منجزات تعيد الأنبار إلى سابق عهدها لا سيما في قطاع الصناعة. المزيد في التقرير التالي. أن يحصل على دعم أهله ليصبح ممثلهم في مجلس محافظة الأنبار. في مؤتمر جماهيري هو الثاني من نوعه يعقده عضو حزب السيادة المهندس إياد المحمدي، يأخذ على عاتقه مهمة صعبة يتطلع إليها الأنباريون، ألا وهي تفعيل القطاع الخاص وإعادة تأهيل المصانع المتوقفة منذ سنوات. المحمدي بسيرته الحافلة بالإنجازات يؤكد أن هذا الجمع الغفير لم يأتي من فراغ، وإنما دعما للشخصيات الكفوة في الأنبار. تصويب بعض الأخطاء، تشغيل الشباب، تشغيل المعامل والمصانع المعطلة، تأهيل ما يمكن تأهيله من البنى التحتية الغير مكتملة ومشاريع متلكية، هذا هدفنا، بالإضافة إلى أن الهدف بناء الإنسان والمحافظة على وحدة المجتمع وتماسكه. نحن داعمون للصناعة، داعمون لتشغيل المعامل، داعمون لإنعاش الاقتصاد المحلي في محافظة الأنبار من خلال دعم المشاريع الريادية إن شاء الله من قبل الشباب. وجهاء المحافظة الحاضرون في هذا المؤتمر الجماهيري شددوا على ضرورة أن يتصدر المشهد شخصيات كفوة قادرة على تغيير واقع مدنهم إلى الأفضل. أن يعرف ابن خير وابن عز وما نتعامل ويا احنا كشيخ او نتعامل ويا انه تقنرات، هذا شخصية محبوبة اولا وثنيا، مو هم يريد الكسب المالي، ما محتاج هو المال حتى يروح يجي على اي حزب، هو ابن خير، واثنين يريد يبدل او يغير بالمحافظه وتسجل لهذه له ولعياله واطفاله مستقبلا. وهو مهندس وذو قابليه جيده ويخدم المحافظه، وفي خصوصا في هذه الظروف التي نحن بامس الحاجه فيها الى مثل هذه الكفاءات. ولتأكيد دور شريحة الشباب في المجتمع، ختم المؤتمر بعمل مسرحي يجسد معاناتهم ويوصل رسالة مفادها أن التغيير المنشود لا يأتي إلا بأفكار الشباب وأن تصديرهم ضرورة ملحة. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام الحصاد، إليكم تذكيرا بالعناوين. لمناقشة عدوان الاحتلال وحصار غزة، البرلمان العراقي يدعو نظراءه العرب لجلسة طارئة في بغداد. يزعزع النظام المالي ويربك الأسواق، حذف الأصفار من دينار العراق يصطدم بتحذيرات الخبراء. آفة موت تدق ناقوس الخطر في العراق، انتشار المخدرات يقلق السلطات ومطالبات بمكافحتها دولياً. تمهيداً لدمجهم في المجتمع، ديالة تجري أول مسح للغجر وتضع خريطة طريق لعيش جديد. بعد ماض مشرق، دوامة النزوح تؤرق المرأة الريفية في العراق، ويومها العالمي مجرد ذكرى. فلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء. We'll be right back.